كشف الجزائري أندي ديلار لاعب فريق نيس الفرنسي عن حقيقة اقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وارتبط اسم ديلار بالعمل مجددا تحت قيادة كريستوف غاليتي المدرب السابق في نيس والذي انتقل لقيادة باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وكان وراء ضمه لصفوف نيس الموسم الماضي قادما من مونبيليه. وتحدث رأس الحرب الجزائري لجريدة نيس ماتان ضاحكا: هل سألحق بغاليتي في باريس سان جيرمان؟ كل شيء يبقى مرتبطا بليونيل ميسي والدور الذي سيقوم به الموسم المقبل. ولمح اللاعب لصعوبة الانتقال إلى بطل الدوري الفرنسي نظرا للمنافسة الشرسة في نفس مركزه، ووصل في سياق متصل: فعلا أنا أمتلك علاقة مميزة مع مدرب باريس سان جيرمان الحالي، لقد كان وراء صفقتي مع نيس وقضيت معها موسما رائعا، حيث عرف كيفية توظيفي ودفعي لتقديم واحد من أحسن عروضي منذ بداية مشواري. واختتم بالقول: أنا أتفهم موقفه، فرصة التواجد مع باريس سان جيرمان لا ترفض ونحن نتميز بنفس العقلية. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.